أبناي رفعت الصافي شي يقول؟ على سنة رسول الله ردت خلي وطردوني بوقت هوادم تصلي. أبوها يقول مو من ثوبنا وننطي تنصحو ياخذ المشاية ويولي. وعمها يقول مو بس ما قعد وياه، لا هذا بحلم ما قعده ويظلي. ومن قد ما صبرت على الحكي اللي ينقال المفروض الوحي بساعتها ينزلي. وامي تقرص بخاصرتي وتقلي وكب هاي البهذلة تالي العمر شلي، وقلها الخاطري تحملي. ايه تحملي وترد تقول ولك هاي المذلة مو للبحلي. وبتهم واقفة تصرخ بظهر الباب لو ميت ولا هالموقف احسلي. من يطبب رقبتي بفتحة الحلقات؟ اي ما يبرد بحبل المشنقة غلي. مفكر بالذهب اكثر من الصياغ قد ما قلت يا ابو الفضل سهلي. قمت وش قد مشاعر بقن على الطبلات. لا والله بقيت ببيتهم كلي. قمت ودموع حجر بي من مكفاي ومشلول النفس بالقوة يوصلي. مو بس بالجلد ثاري الفراق فراق حتى عظام ما يخلي إلا بسهن. قبل لا روح من رديت قامن ما يكفلي. الساعة ومحبسي طاحن طبيعي هواي بس المو طبيعي عيوني من رديت قامن ما يصير لي.